كرة رأسية خطيرة، كرة بعيدة عن المرمى. يسدد بنزيما، تصدي غير عادي من الحارس. هذا الأداء الكبير، حارس يثبت أنه نجم اللقاء. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. لويس سواريز يقطع الكرة. أنطوني غريزمان، كروس، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ ينطلق إلى الأمام بسرعة. فينيسيوس جونيور، مارسيلو، تحرك بقوة هائلة. إيسكو يمر ويلعب كرة بينية وتخرج الكرة إلى رمية جانبية.